مرحبا بكم يا متابعين. كما تشاهدون أنا ألبس الكمامة من أجل الوقاية من فيروس كورونا. إذا كنت أنت أيضا تلبس كمامة فمبارك عليك. نقاط الروسبكت. ولكن لحظة واحدة، أنت لا تلبس كمامة. لا تقلق، تفضل كمامة مجانية من عند ستيف. ولكن من لا يلبس كمامة أيضا؟ نعم هذا صحيح، أنه كمال رزيق. ولكن كن هو كمال رزيق. كمال رزيق هو وزير التجارة لدولة الجزائر، يطور التجارة ويحارب الفساد، وكذلك يتنفس الأكسجين ويتناول البطاطا على الإفطار. البطاطا، بما تذكركم هذه الكلمة. هذا صحيح. سوق البطاطا. نشاهد في هذا الفيديو وزير التجارة جمال رزيق وهو يقوم بجولة تفقدية لسوق البطاطا على 5 صباحا. سجموها ان شاء الله. الحاكم من حقه شرعا وقانونا وكلش عندما تكون هذه الأزمة يدخل ويسقط. لما نشحن بندير لك ورقة بيع طماطم 5000 وتبيع هذه ذراع، وزارة التجارة عندها القانون يسمح لها باش تسقط كل شيء في ظروف الأزمة. احنا ما حبيناش نديروها باسكو يمكن كي نسقف هذاك نخسرك. لكم انتم يا تجار اجعلوا بليز، شوف الحاجة اللي تقدر تنقص فيها وترضي خوتك وترضي ربي عز وجل اسكل على الله، لأن إذا ما درتوش صدقني غدوة غير درتها غير تلقاها عند الباب الهيد راح تبيع السومة اللي يديرها الدولة. お前はもう死んでいる。何？ハサムシハサムシムシ。وهذا ميساج ماشي لك لجميع التجار. ان شاء الله ان شاء الله. نورمالمون عيب كي تخلى حياتك. نورمالمون التاجر الصادق اللي يتكلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام هو واحد يشوف خوته، هو واحد بلا ما نقولوا له احنا. انتم خليتونا بلا ندخل، لكن الزواولا راهم يعانوا. انت ولا واحد اخر ما يهمنيش، انا هضرب التجار ككل. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا يا تاجرون البطاطا. مرحبا يا دقوش بليز، أعطيني 2 كيلو بطاطا. كأي سعرها زوج ملايين ونص. أعربها، السعر مرتفع كثيرا يا أخي. أنه السوق المتقلب. تفوّوا عليك وتفوّوا على السوق. مرحبا مواطن بليز، تعال شوف الاحتكار في السوق. كأي مواطن؟ كم سعر البطاطا يا تاجر؟ زوج ملايين ونص. هوهوهوهوه، تعال تعال يا حبيب من قلبي ناخذك للسجن. إذا يا تجار بليز لا تحتكروا البضائع ولا ترفعوا الأسعار وساعدوا المواطنون المساكين. وأنتم يا متابعين لماذا لا تشتركون في قناتي؟ بليز اشتركوا في قناتي حتى أشتري البيتزا ونادي الربيع وأغلب فريق الماسونية.